كان في كلام مع المستشار بيتردد من جماهير النادي الاهلي فيما يخص صفقه رمضان صبحي، وطلعت انباء ان حضرتك هتنهيها للنادي الاهلي. الملف ده برضه اتفتح ولا ما اتفتحش؟ ابو معاذ، ما انا غلطت في الغلطه بتاعت شوبير مره ثانيه. انا قلت لك الكلام بوضوح، انا لم يفتح، لم يتطرق مع بيني وبين الكابتن محمود على موضوع لعيبه او موضوع. كانت جلسه عامه وقلتها 20 مره، جلسة عامة على الصحة وعلى الأفكار المستقبلية. يعني إن شاء الله لما هو يخف وأنا أخف، أنا بابي مفتوح وجاهز، وإذا في اللحظة اللي يطلبوا مني حاجة أنا جاهز فيها. بس أنا كان لي طلب وهو كان عنده طلب، هو كان عنده طلب أن الاتصال مباشر معاه، وده معاه حق فيها عشان ما سببش المشاكل، لأن كان في ناس بتلعب خلف الكواليس صراحة. وأنا كان لي طلب أنه إذا طلبوا حاجة أو حصل حاجة أنها تكون في النور، يعني ما يتعملش حاجة بغلطة صراحة، وياخذ كل حق ذي حق حقه. بس أعتقد أن هذا تسفير للجميع. تفضل استاذ مروان. ابو ناصر، بما ان احنا عارفين انك اهلاوي جامد، شفت جولين كهربا الاخرانيين، وايه رايك في الصفقه عموما؟ والله كهربا لاعب ممتاز، الافرج بتاعه دائما في الثانوي اقل حاجه يجيب 10 اهداف، 14 جول، 15 جول، وده افرج كويس مع الاصابات اللي في النادي الاهلي. فهو يعني اكيد حيكون صفقه تحتاجها النادي الاهلي. كمان اللاعب الاجنبي اللي مضى مع النادي الاهلي كويس، انا كنت حجيبه البيراميدز، وكان وصل وارسل باسبور قبل سنه من دلوقتي، لكن الكابتن كان في وقت الكابتن حسام حسن اللي فضل سوفيانتس عليه، فلاعب كويس، لاعب كويس، وانا كنت متفائل فيه، وكنت شايفه مع منتخب السنغال للشباب، كنت شايفه بيلعب في شمال اوروبا ولمساته كويسه. طب الان على مشوار الاهلي في دوري ابطال افريقيا؟ والله دوري ابطال افريقيا انا عاوز اقول لك على حاجه. البطوله الافريقيه ليست صعبه على النادي الاهلي. التي يصعب البطوله الافريقيه على النادي الاهلي للاسف نفس المنظومه الرياضيه اللي موجوده في مصر. هي اللي بتصعب. يعني انت لما تتناظر الاتحاد التونسي او الاتحاد المغربي او الاتحاد جميع الاتحادات او الاتحاد الجنوب افريقي تلاقيه يساند فرقه بشده وفي مواعيد المباريات وفي تنقلاتهم وفي كل حاجه في مشاركاتهم الخارجيه، لانهم يمثلون بلدان ويدعمون بالجمهور ويدعمون بكل حاجه. للاسف انك تلاحظ في الجدول او في حاجات زي كذا انه بالعكس الاتحاد المصري اشد شده على الاهلي من الاتحاد الافريقي، وده يعني ودي حاجه صعبه. الاهلي دائما بيوصل لماتشات وبيوصل وهو منعش ومشفق وكان طاقته. يعني احنا لما كنا في الهلال في اسيا في سببين ان الهلال حقق بطوله اسيا بعد غياب طويل. اول حاجه السيستم اللي هو الثمان اجانب اللي رفع من مستوى الدوري رفعه جدا. ثاني حاجه وقوف الاتحاد وجميع امكانيات الاتحاد مع الفريق، سواء طياره خاصه سواء جدوله المباريات، ده يؤدي لانها مهمه وطنيه. الهدف الاخير يؤدي الالتحام حول الفريق يؤدي. انت ما تصعبش على فرقك اللي بتشارك برا ولا لا؟ يسهل يقدم دعم. معايا حق ولا لا؟ لا معاك حق طبعا، بدليل ان اتحاد الكوره قرر تاجيل مباراه انبي ومباراه المصري للاهلي والزمالك، لان هو كان ضاغطهم يلعبوا الاثنين وبعدين يلعبوا الاربعاء وبعدين يلعبوا الجمعه وبعدين يلعبوا الاحد، كان فيها ضغط. المفروض من البدايه انه يراعوا الموضوع ده. ايوه انا مستغرب انا عمري ما شفت كده السنه اللي فاتت والسنه دي في اللخبطه الكبيره اللي في الجدول. ايوه عمري ما شفتها في اي مكان. معالي المستشار، في صداع دلوقتي عند الجهاز الفني وقطاع كبير من جماهير الاهلي، وليد ازارو وصالح جمعه. وليد ازارو ربما الوكيل بتاعه هو الاستاذ محمد العاصي،
الوكيل المباشر هو اللي بيحدد خطواته، وطبعا هو يعمل مع حضرتك. وصالح جمعة كان لحضرتك أيادي عليه في انتقاله للفيصلي السعودي في صفة الإعارة، فهل حضرتك ممكن يكون ليك تدخل في حل أزمة أزارو وصالح جمعة لإعارتهم للدوري السعودي؟ كابتن محمود الخطيب أنا جاهز. طب معايا مستشار في السؤال بقى اللي بيلح علينا أكتر، هو أسر جماهير نادي الزمالك المحبوسين بعد ما المجهود الكبير اللي حضرتك عملته والتنازلات اللي قدمتها والدعم القانوني اللي حصل والإفراج عن جماهير النادي الأهلي، كان في وعد إن حضرتك تتدخل للإفراج عنهم. لا أنا ما وعدتش حاجة، وبعدين أنا عاوز أقول لك على حاجة، مفيش ودايما دي كلمتي، مفيش أكثر اهتماما وحرصا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادات الأمنية على أبناء بلده، وهم أحرص على تطبيق القانون وعلى أبناء بلدهم وعلى اللي فيه المصلحة العامة. سؤال كمان بقى معالي المستشار، حضرتك كمحب للنادي الأهلي في الانتخابات اللي فاتت للنادي الأهلي كان ليك دعم للكابتن محمود الخطيب حبا في بيبو والنادي الأهلي، هل في حالة ابتعاد الكابتن محمود الخطيب أو ما أن قرر بيبو الابتعاد عن الانتخابات، هل وطلب أحد المرشحين دعم حضرتك، هل ممكن تدعم أحد في ظل ابتعاد الكابتن محمود الخطيب علشان النادي الأهلي في الانتخابات؟ هدعم اللي يقول لي عليه الكابتن محمود الخطيب. جامدة، مروان اتفضل. أنا كنت عايز آخد حضرتك لحتة الميريا شوية، ومع الدوري المصري احنا شفنا تجربه شويه مقاربه لبيراميدز، ونادي اتخلق كبير وعمل صفقات كبيره جدا وقلب السوق و اتفضل يا فندم. اتفضل. انا كنت فاضل سنه واشتري نادي مصري من فتره قريبه فعلا، اللي هو ايه بقى؟ مين؟ بعد بيراميدز؟ مش هقول وهقول لكم سر تاني. اتفضل. كيكي سيتيان اللي هو مسك برشلونة ومضى العقود الأولية، ولما في نفس القعدة تاني يوم ابتدوا يحكوا معاه برشلونة، فقلت له أكيد يعني روح لبرشلونة، وصرف من النظر لا عن تملك النادي ولا عن، أنا بحب الكورة، أنا بحب الكورة، وصراحة من الحاجات اللي بتأسفني المستوى اللي بقى فيه الدوري المصري السنة دي، وحش يعني، في هبوط كبير مقارنة بالسنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت أخذ ثلاث أربع جولات، ما تعرفش من اللي فايز، كان ثلاث فرق بتتنافس السنة دي يعني، هو الأهلي شامخ زي ليفربول كده، حتى والواحد أهلاوي برضه نفسه يستمتع شوية. طبعًا يبقى في منافسة. طب النادي ده نادي خاص ولا نادي جماهيري؟ يعني معنى كده يا سيادة المستشار انك انت بتقول المعلومه دي انك انت لما عملت بيراميدز ما كنتش عامله عند في النادي الاهلي زي ما روج البعض، يعني ما زال عندك الرغبه في شراء النادي. الكابتن محمود الخطيب وفي بيتي هو عارف المعلومه دي كويس، وبحضور المحامي خالد ابو بكر، وبحضور الاستاذ الكبير هاني وريده، وقام قدامهم بتفاوض على شراء نادي الترسانه، وانا كنت في وقتها سمنا على النادي الاهلي. ايوه، وما زلت بتكرر التجربه دي انه انت سمنا على عسل مع النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب. يمكن هي اهداف ثانيه، ما تعرفش، يمكن هي اهداف ثانيه في الاخير تصب لمصلحه النادي الاهلي. طيب اتفضل يا حاج. معالي المستشار، عايز اسال حضرتك على مؤمن زكريا. مؤمن زكريا وعايز اشكرك كاهلاوي وكصديق لمؤمن ومحب وعاشق ليه، وعايز اشكر حضرتك على خطوتك مع مؤمن برضه كصديق لحضرتك في ازمته الطبيه شفاه الله. فعايز اسال حضرتك، هل حضرتك متابع الحاله الصحيه؟ انا عارف ان مؤمن بيستعد للسفر. مؤمن زكريا ايش صار عليه؟ مؤمن زكريا؟ مؤمن زكريا
ايوه ما هو الكوره في ملعبه بقى متابعه الموضوع ده. لكن الامور الماديه تمت وكل حاجه وصلت له. وصلت له. يعني هو بقى اللي عليه ياخد اجراءاته انه يسافر وكده. وحتى بقى اللي من الجمهور الاهلي اللي بيصير. ايوه. طب سؤال كمان يا معالي المستشار، معلش بيجي لي برضه كتير جدا وارتبط، انا عارف الاشخاص دايما بقول اللي اطلق كتير من الكلام ده طيور الظلام، انا بسميهم طيور الظلام. يتقال كده بيتربط تركي آل الشيخ لما بيجي يعمل حاجه للنادي الاهلي، المشكله انه عايز ان الاعلان او عايز الاضواء تتحط ان يتقال في كل حاجه عملها للنادي الاهلي شوفوا تركي آل الشيخ اللي عملها، تركي آل الشيخ اللي عملها، دي حاجه من الحاجات. لا لا لا.